مساء الخير مشاهدينا، واهلا وسهلا فيكم بحلقه جديده من برنامج هي الشو عبر اس بي اي وصفحه بيروت ستي على الفيسبوك. ايه بعرف كلمه مساء الخير منا كتير دقيقه بالنسبه لهذا البرنامج. البرنامج اونلاين، ممكن يكون حدا عم بيحضره بالنهار الصبح بعد الظهر، وبالتالي كلمه مساء الخير كلمه فيها تمييز تجاه الشريحه النهاريه من الشعب اللبناني اللي عم تحضر هي الشو. وعصيره الخير والتمييز في الانسان والسياسي تحديدا يعطي مساء الخير بخطابه السياسي، وفي مرات يعطي مثل كمان في تمييز اتجاه مش النهاريين، اتجاه المرأة مثلا. هالتواصل الاجتماعي، ولكن لفت لي نظري وعم بنطلق من هون، شخص قال احتفالكم بالاستقلال مثل المرأة المطلقة عم تحتفل بعيد زواجها. صح، ولكن ما ننسى انه قبل ما تطلق لو دلت على التفاهم لليوم الزواج ما كانت طلقت. التفاهم هو الأساس والحوار هو الأساس. البعد جفا، وجفا بيؤدي للشر. فور اكزامبل، هيدا مثل مش خير، هيدا شو هيدا نجيب؟ شو عم بيصير معك؟ احتفالنا بالاستقلال مثل احتفال مرة مطلقة بعيد زواجها؟ ليه؟ بكرة ما تطلعنا بشي خطاب تقلنا الشعب اللبناني مثل الكوتاكس خلقان بأحلى مطرح بأخرى وقت. لا، وكمل حدد وحصر أسباب الطلاق بس بالمرة. ليه الذكورية هالقد؟ انه هي لو انتبهت على زواجها وبقيت على الاتفاق ما كان صار الطلاق. طب بركي الرجال خاين مثلكم، بركي حطت مصرياتها معه وسرقهم مثلكم، بركي جوعها، بركي معيشها بجهنم. البعد جفا، والجفا بيؤدي لشر. على فكره هيدي الفيرجن من مئاتي ألز واهضم من النسخه القديمه، هيدي اللي بتحب الامثال. واضح دولة الرئيس انك انت صاير كتير بتحب الامثال، كتير بتحب التشبيهات، كتير بتحب الاسقاطات. مشان هيك في لك مثل ضروري، يعني في لك مثل ضروري نخبرك وتستعمله تاني مرة بخطباتك. الباب اللي بيجيك منه الريح خد تاني شقفة من هالمثل وطبقه. تتو واستريح عحالك، استريح دايما، خاصة لما تطرقنا نظرياتك الاخرانية بالاقتصاد. هلأ بده وقت لحتى الاقتصاد يسوي نفسه؟ نعم بده وقت، الاقتصاد بيسوي نفسه بالنهاية. ما ممكن، انتم بتلاحظوا يعني من سنة كنا شيء واليوم شيء، حتى بالشراء وبالموضوع الاقتصاد بده يرجع يسوي نفسه. ونحن مرقنا بهالتضخم اللي صاير بأواخر الثمانينات وأوائل التسعينات، نحن مرقنا فيها ومنعرف انه الاقتصاد بيرجع بيسوي نفسه بكل هيدي القاعدة الاقتصادية. مزبوط، الاقتصاد بيسوي نفسه بنفسه، يعني بلاستر وبيتادين وبيمشي الحال، بيلحم حاله بحاله. الاقتصاد بيسوي نفسه بنفسه؟ شو هي النظريه الاقتصاديه الخنفشريه؟ شو هيدا؟ هيدي مثل بكره بيتعودوا تبع رياض سلامه؟ شو انه سوق العرض والطلب على الدولار بيسوي نفسه بنفسه عراسي؟ بس عم بيسوي بنفسه وفينا. شو هيدي خطه النهوض تبعك؟ هيدي خطه الانقاذ؟ نحن بنقعد بس بنتفرج على الاقتصاد عم بيسوي نفسه بنفسه؟ شو ماستربسيون ايكونوميك، نظريه الاستمناء الاقتصادي، منراقب ومنستمن الفرج؟ شو قالوا من سنه كنا شيء وهلا صرنا شيء؟ يا حبيبي من سنه تماما كان الدولار 8300 ليره، كان بعد في دعم على الطحين والبنزين والمازوت والقدوي، كانت الكهرباء يعني على 24 بين دولي ومطر. انت معتبر انه الوضع اليوم افضل وانه الاقتصاد سوى نفسه بنفسه؟ ليه؟ باسمي وباسم الشعب اللبناني منبوس اجرك، منبوس اجرك، رجعنا بس سنه لورا، ما بقى بدنا نعيش مثلها، بدنا بس سنه. هيدي مثلا بيلبق لها مثل كمان، يا ريتك نيت معكيت، نيت مخيت، يا ريتك تيت ومحكيت واصلا ما كفيت. دفع مساعده اجتماعيه قدرها نصف معاش تعطى ابتداء من 21 تاني، وتدفع ايضا منها قبل الاعياد لنصف معاش خلال شهر كانون اول. على ان لا تقل هذه المنحه لنصف شهر، المنحه الاجتماعيه المعطاه، ان لا تقل عن 1.5 مليون ليره، وان لا تزيد على مبلغ 3 مليون ليره. عندنا الموضوع الثاني كمان حصلنا عليه مبلغ 40,000 دولار، هيدا حنخصصه للعائلات اللي هي للمناطق والعائلات اللي ساكنة في القرى الفوق 700 متر. فوق 700 متر كل عائلة 169 دولار حتعطى كمان. We wish you a merry Christmas. We wish you a merry Christmas. We wish you سانتا مياتي
مئات نوال يوزع، عم بيعطي منحة نص معاش لموظفين الدولة وعيدية فوقها كمان، بيسلم عليك التضخم وطبع الليرة. بس من جهة الشغل الزلمة عم بيشتغل، ليه بدنا نظلمه؟ جايب مساعدات بلاوي، أرقام كبيرة، أرقام كتير كبيرة باللبناني أكيد، 40,000 دولار للناس اللي ساكنين فوق 700 متر، خطة عظيمة. بدنا نكافح البلد ب40,000 دولار، 100 دولار مزوت لكل بيت فوق 700 متر. أنا حسبتهم دولتك، أنت حاسب أكتر. أنا كنت كريم وحسبتهم حساب دكانجية عورة المثل، طلعوا بغطوا 400 بيت، 100 دولار لكل بيت، 400 بيت، وأصلاً ما بيغطون لأنه 100 دولار أنجأت كفي تدفئة لأسبوعين، خاصة لبيت فوق 700 متر بالشتوية، أو لواحد طويل ساكن على 699 متر، أو لواحد كتير طويل وكتير معه مصاري. بس قال هو بيشعر معنا. إخوان، موضوعكم اللي بوجعكم بوجعنا، وبيألمكم بيألمنا، ونحن حاسين بالألم بكل ما الكلمة من معنا. قريباً قلنا عم نجيب الغاز من مصر، بتقدر تخلينا نولد 450 ميجا بدير عمار، ولكن بعد ما اتفقنا وكل شيء، اجت لجنه كشفت على الانبوب، لقينا الانبوب بده حوالي 6-7 اسابيع تصليح وبيكلف $2,000,000. وين نجيب $2,000,000؟ وين شو بدنا نعمل؟ وعم نشتغل ليون، ما عم نطلع الناس على كل المشاكل اللي عندنا، ولكن كل يوم في مشكل. عن جد ما في احن من المسؤولين عنا. رئيس الحكومه نجيب مقاطي طالع قلنا انه هو عم بيشعر معنا، وجعنا وجعه، وانه هو حاسس بالالم معنا. بس مع كم مليار دولار زياده وكم شركه زياده، عن جد كثير حلو، كثير حلو لما رئيس الوزراء اللي مصنف من مجله فوربس انه من اغنى اغنياء الشخصيات بالعالم العربي، تشوف انه حاسس بوجعك، بتصير تقول يا ريت انا ولا هو، يا ريت انا ولا انت يا نجيب. وقال شو بصير يقلنا انه كل يوم في مشكل، بس نحن ما بنخبركم كل شيء. ايه هو؟ لانه اذا ما خبرتونا نحن ما عم نحس بالمشاكل، عم نحس انه كله ماشي فل الفل، ما عم نحس انه كله مجمد، انه حكومه ما في، وانه حكومه في بس ما عم تجتمع، وانه ارداحي بعده عم بفكر اذا بيستقيل ولا ما بيستقيل. اذا ما بتخبرونا ما بنحس انه صرف الدولار، سعر صرف الدولار تخطى عتبه 25,000 ليرة. بس الحمد لله، الحمد لله في حكومه لتهدي سعر الدولار وتجيب قروض من البنك الدولي ومساعدات الدول العربيه. شيك قالوا لنا انه لازم يصير في حكومه مشان هذا الشيء. على فكره بعتقد كان الوضع احسن من هيك قبل بالحكومه اللي قبلها، لانه كان في مزهريه وحده. هلا كل الحكومه مزهريه، يعني هي الحكومه كلها ديكور. وهيك بالوقت اللي كان الزمن واقف بلبنان، ما بقى ينفع الا الصلاه، ما بقى ينفع الا شيء عجيب ممكن تشيله من يلي فيه، وما قلنا الا شخص واحد يخلصنا، راس الكنيسه. مشان هيك نجيب مئات من بعد خطابه الخنفشاري بالاستقلال ما كذب خبر، راح دغري عند سيادة الحبر الأعظم البابا فرانسيس بزيارة رسمية. دعا البابا فرانسيس خلال خلوة مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى تعاون جميع اللبنانيين من أجل إنقاذ وطنهم، وطن الرسالة، كما وصفه سلفه القديس يوحنا بولس الثاني. كما دعا إلى أن يستعيد لبنان دوره كنموذج للحوار والتلاقي بين الشرق والغرب، وأضاف: هموم لبنان كثيرة وأنا سأحمله في صلاتي من أجل أن يخلصه الله من كل الأزمات. وبعد الخلوة استقبل البابا عقيلة ميقاتي السيدة مي، وتم تبادل للهدايا التذكارية والتقاط الصور بين الجانبين. ميقاتي زار البابا وتبادلوا هدايا؟ هلا البابا بيعطي هدايا عبارة عن تذكارات وأيقونات دينية، فهمنا. بس رئيس حكومة لبنان شو عم بيعطي؟ هيدا البلد المفلس شو عم بده يهدي ليهدي؟ ايه سهم بشركة كهرباء؟ أو شي سند يورو بوند مش دافعينه ملفوف كدو؟ شو هلا شو ما أخذته؟ بس من هي سيلوجيسكي كونت يعني، عرفت كيف؟ هلا الهدف المعلن للزيارة كان الصلاة على نية لبنان، أما الهدف السري ما حدا حكى عنه، وقدر برنامج هيشو يحصل عليه من مصادره الخاصة. الهدف الخاص بالزيارة والسري هو الصلاة، الصلاة والدعاء العاجل للرب من سيادة الحبر الأعظم ليحمي الجندي الأول والمدافع الأول عن المسيحيين في لبنان ماريو عون. أنا كنت بزيارة للوزير ويام وهاب، الوزير الصديق يعني، زيارة الصداء. وأنا وظاهر وأنا وفيلي عندهم قطعت الكهرباء، اضطريت اللي انزل على الدرج. هلا كنت لحالي يعني، انه ما كان معي حدا على الدرج، انا دوري لطبي بالسياره كان. بقى الغايه انه واقف بالطابق الاول
بسحب اجري على درجه غميئه اكثر من الباقيين، وكانت لي الوقعه واللبدي وغبت عن الوعي. يعني للحظه عرفت حالي اني دببت وغبت، شفت حالي وعيد بالمستشفى دغري. بس كثر خير الله، لانه هلا بعضهم مبلغين لي نتائج سكانر يلي عملوا لي اياها لراسي ولا صدري ولا بطني كمان، يعني لكامل الجسم. كانت اي نتائج ما فيها شيء ابدا بيشغل البال، مطمئن جدا، علما انه اكيد اكلت جرحه كثير كبير استوجب حوالي 22 قبضه. بس ولكن انا هلا بحاله جيده ممتازه، ولو كنت بعد بالعنايه الفائقه، بس ولكن الله راد بكره بظهر على الاوضه. مثل ما سمعتوا مشاهدينا الكرام، ماريو اون هو نازل على الدرج من زيارة عند وئام وهاب، تنقطع فيه الكهرباء وبيوقع ماريو اون على الدرج. وأكيد هو عم بيوقع كان عم بيسب لوزير الطاقة والحزب اللي استلم الطاقة وما عرف يجيبها. هيدا مشهد من مشاهد الكوميديا السوداء. نايب بالحزب اللي طوشنا بمشاريع الكهرباء صار معه حادث من وراء قطعة الكهرباء. مثل ما بيقول المثل، من حفر حفرة ما خلوني يجيب الطاقة لأخواته وقع فيها. شو ماريو، كنت ماشي حسب ما بيقول المثل تماما، عم تتعشى عند الدرزة ورايح تنام عند المسيحة؟ كدشت الأرض، أخدوك على مستشفى الزهراء، خفت تنام عند الشيعة، نقلوك على الشعتاوي. ايه نعم مشاهدينا الكرام، من بعد ما وقع ماريو على الدرج غط على قلبه، فاخدوه على اقرب مستشفى. على حظه طلعت مستشفى الزهراء، هونيك غط على قلبه مرة تانية لما وعي وشاف فاطمة النارس، ورجع شاف الحكيم علي وشاف المرضى الاسلام اللي حواليه. ماريو عون بحياته ما شاف اسلام هالقد قد ما شاف وقت فات على مستشفى الزهراء. رجعوا حتى ما يروح ماريو من بين ايديهم من وراء عدد الاسلام اللي حواليه، مش من وراء الاصابه، نقلوه على مستشفى الجيتاوي. وهنيك عملوا له صوره سكانر لصدره، ولما ظهرت الصوره طلعت مش صوره ماريو عون، صوره صدره ايقونه، ايقونه العشاء السري على شكل ضلوع. ورجع مشي حاله، وعملوا له 22 قطبه احتفالا بعيد الاستقلال. من بعد ما يصح اول شيء رح يعمله ماريو عون يطلب احصاءات كم مسلم وكم مسيحي وقع من وراء قطعه الكهرباء، لشوف اذا قطع الكهرباء بس مستهدف المسيحيين ولا كمان المسلمين. هلا هيك هيك البابا عم بيصلي، هات نحن كلبنانيين نطلب منه كم طلب يمشي لنا اياهم، يصلي لنا مثلا ما نطير بانفجار تاني مثل انفجار البور. هذا المطمر ينتج غاز الميثين، غاز الميثين هو غاز سريع الاشتعال، قابل للحريق وقابل كل غاز قابل للحريق ينفجر. قد يتسرب هذا الغاز الميتين أو في شقوق الأرض أو يتسرب إلى خارج الأرض، ولكن إذا كان الغطاء محكم فهذا خطر جدا كبير وقنبل موقوت. أنه عدم تنفيسه إذا المطمر لم يتم تنفيسه، هذا يعني أنه المنطقة كلها سواء كل القرى المحيطة في هذا البركان الموجود أمامنا، هذا البركان سينفجر وقد يحدث زلزال أضخم بكثير من انفجار أربع آب. في غازات يعني الميثين والغازات التانية عم تتنفس مزبوط مشان ما يصير تنحصر، إذا انحصرت لمدة طويلة ممكن تعمل نوع من يعني خطر، ولكن صار في تنفيس السبت وهلأ في تنفيس. اللبناني هو الوحيد على الكوكب، على كوكب الأرض اللي أمنه مهدد من انفجار زبالة. شوفوا لوين انفجار هيك شيء فينا نفوت فيه بجينيس بوك. طيب إذا لا سمح الله صار شيء انفجار، كيف رح يكون إلنا عين نطلب صور الساتلايت لانفجار زبالة؟ بعدين في غازات خيي نفسها على المطمر على الخفيف، يعني علوا المطمر هيك شوي وبيزمطوا الغازات من تحت، لا من شم ولا من دري، نفس استراتيجية تنفيذ الغازات البشرية. ما بدها شيء يعني علوا المطمر بس هيك ما حدا بيحسوا، وطلعوا غير محل ما يعرفوا أنه أنتوا، هيدي متبعة دايما وبتزبط. يعني هلا يا سيادة الحبر العظيم، بدنا بعد كمان دعواتك ليخلص التدقيق الجنائي، الله يخليك، بس ليخلص التدقيق الجنائي، بس بدنا شوية قصدي بدنا شوية صلوات ليبلش التدقيق الجنائي. التدقيق الجنائي في خطر، والتحايل في تسليم المستندات من قبل المصرف المركزي يدفع الشركة إلى خيار فسخ العقد. قررت ألفاريز أند مارسل طلبها للحصول على المعلومات بالصيغة المطلوبة، ومهلة المركزي لاستكمال الداتا وتسليمها تنتهي يوم الاثنين المقبل في 22 تشرين الثاني، وهي المهلة المنصوص عنها في العقد الموقع مع الشركة. القانون يوجب على حاكم مصرف لبنان إعطاء كل الداتا، لكن الأهمية تكمن في نوعية المعلومات الناقصة، وهي تحديدا محاضر المجلس المركزي وحسابات العاملين في مصرف لبنان في المركزي لا في المصارف الأخرى.
ومع انتهاء المهلة يفترض أن يتم التواصل بين ألفاريز آند مارسل والمركزي، فإذا تعاون رياض سليمي ينطلق التدقيق مباشرة، لكن في حال استمراره بالعرقلة فسيكون كلام من نوع آخر، تقول مصادر مطلعة على جو رئيس الجمهورية الذي لن يقبل بعرقلة التدقيق الجنائي ولن يسمح بمحاولات وقفه، خصوصا أن خطورة ما يحصل حاليا من شأنه أن يدفع ألفاريز آند مارسل إلى فسخ العقد نهائيا مع لبنان، مع ما يستتبعه ذلك من استحالة عودتها. طب ما خلصنا بقى مقدمات أخبار، طب ما خلصنا بقى يا أوتي، من شهر كنتوا عم تحتفلوا أنه هلأ انطلق العهد وهلأ انطلق التدقيق الجنائي، فتحتوا شامبين وقتها انتصارا، ما زبطت إيه؟ تفاجأتوا إيه؟ ما سهلكن ياها رياض سلامة اللي انتو جددتولو لأنه ضغطوا عليكن ايه؟ ما سهلكن ياها وزير المالية زلمة رياض سلامة اللي قبلتوا انه توزروه مشان تمشوا حكومة العهد الأخيرة، ما مشيها ايه؟ على فكرة احنا قلنا لكم هيدا الشيء من شهر تقريبا، بس انتو بتحبوا ليلى عبد اللطيف. رح حضرك هلا إيران، هو ذاته صار له قرفنا سنين، احضروا. التدقيق الجنائي يبدأ غدا وعهد ميشيل عون يدخل باب الإصلاح من الباب العريض. التدقيق الجنائي يبدأ غدا والإعلان جاء من أبو عبدة. معركة التدقيق الجنائي معركة جديدة يربحها لبنان في وجه الفساد. معركة التدقيق الجنائي معركة جديدة بيربحها لبنان بوجه الفساد. هيدا الأساس بالمرحلة المقبلة معركة التدقيق المالي الجنائي اللي وأخيرا بعد كل هالتأخير يعني إله الرئيس عون بيحكي فيها من سنة 98 لليوم تنطلق معركة التدقيق الجنائي، واليوم بتبلش التدقيق الجنائي بحسابات مصرف لبنان. اليوم إذا بدك رح يبين الخيط الأسود، رح يبلش يبين الخيط الأسود من الخيط الأبيض. يوهو هلأ بلش العهد للمرة 30 إعلان بدء التدقيق الجنائي. قلنا لكم وقتها أنتوا جماعة عندكم مشكلة الاحتفال المبكر اللي هي مثل القصف المبكر بس على إنجازات. إذا بدي عد الإنجازات اللي احتفل عهدكم فيها، منحس أنه لبنان حاليا عم بيساعد سويسرا لتنهض اقتصاديا. ما مصدقين أنه دايما بتحكوا بإنجازات؟ ليكو ذكرى عيد الاستقلال 78 شكلت مناسبة للحرس القديم، حيث وضع من خلال لوحة رمزية عند الجسر الأثري لنهر الكلب كعربون وفاء لرئيس الجمهورية عماد ميشيل عون. أتى فيها بعهد الرئيس عون سجل التاريخ بداية الحرب على الفساد والفاسدين على أمل الجلاء والتحرر من بعد نضال طويل بسبيل الحرية والسيادة والاستقلال. قال شو الحرس القديم حط لوحة انطلاق محاربة الفساد بعهد ميشيل عون، بعد شو قال من بعد ما أنجزنا الحرية والسيادة والاستقلال. عظيم. فإذا ركزوا معي مشاهدينا، الحرس القديم بالتيار الوطني الحر بمناسبة عيد الاستقلال حط لوحة جلاء بيقول إنه محاربة الفساد انطلقت على عهد ميشيل عون من بعد ما حقق الحرية والسيادة والاستقلال. فإذا خلصنا حرية وسيادة واستقلال، قلبنا الصفحة خلصنا فساد. هلا على نفس المحطة نايب من التيار الوطني الحر على الاو تي في شو بيقول؟ اليوم الحرية والسيادة انه يكون الشعب عايش بكرامة. اي حرية واي سيادة وقت انا بدي اربط لبنان بالمشاريع الاقليمية وشعبي يجوع ويدور على لقمة الخبز ويدور حتى يقدر يعيش بالحد الادنى من الحياة الكريمة، وين هيدي بدي لقية واي سيادة واي كرامة؟ يعني اليوم عيد الاستقلال عنا والحكومة ما بتجتمع، عيد الاستقلال عنا والمسؤولين ما بيقدروا يتفقوا كيف بدهم لك بالقليلة كيف بدهم يعالجوا الملفات الحياتية والاجتماعية، وبعضهم بيخبرونا وبيحكوا بعض الناس انه ما بنقبل السيادة وما بنقبل الكرامة. شو هي السيادة والكرامة؟ للحجر ولا للبشر؟ اي سيادة بدهم يحكون عنا ما مقبول، واي كرامة بدهم يحكون عنا وقت الشعب اللبناني اليوم الموظف والعسكري اليوم اللي هو معني اكتر شيء معاشه ما بيتعدى 60-70 دولار، وقت الناس ما بقى فيها تاكل حتى حبة الخضرة، وقسها بيحكوا للناس عن كرامة وعن سيادة؟ ما بقى يسوى هيدي. انا شو لي علاقة بي 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 بحروب المنطقة؟ وانا شو لي علاقة بي؟ انا بمعني بشعبي، معني بشعبي انه يعيش بالحد الادنى المطلوب. على نفس المحطة بنفس الحزب بقول شو فايدة السيادة اذا الناس ما معها تاكل؟ شو فايدة الاستقلال اذا الناس ما معها تاكل؟ مع بنا خلصتوا فساد وحرية وسيادة وخلصتوا كل شيء جننتونا وحياة الله. طب نفس النايب على نفس المحطة بقضية جورج ارداحي شو بيقول؟
احنا ماذا لو تفاقمت الازمه مع الخليج وعندنا 400 500 الف عائله عايشه هون؟ شو بنعمل فيها؟ هيدي مش عنه على طول واحد يقدر يقدم تضحيه، والواحد بعد اوقات بيقدم التضحيه باغلى ما عنده هي روحه حتى يقدر يحافظ على الناس اللي عنده. اليوم انا ما بقدر بقدم انه انا بمحل معين استقاله وزير حتى انقذ بلد. فاذا شو بقول؟ بقول انه ماذا لو تفاقمت ازمه الارداحه مع الخليج؟ يعني عم بيدعي لاستقالة الإرداحة. طب نفس المحطة، نفس التكتل، نفس الحزب، نفس الخط، واحد غيره ليكو شو قال؟ إذا استقال اليوم وجه، هلأ نحن ومعك على الطاولة إجا خبر أنه استقال الوزير إرداحي، هل هيدي الأمور يلي بتتعلق باللبنانية الموجودين بالخليج ولا اللبنانية اللي هون بيصدروا وبيتعاطوا وعندوا المصالح وهيدا، ويلي هيدا يلي هالشي لازم خلينا نفكر كتير يعني. طيب تنحل؟ واضح انه ما بتنحل. نيبان بنفس التكتل بيقول اذا استقال الارداحي لن تحل المشكله. يا خي انتم جنين، هيدي ما اسمها تعدد اراء، هيدي ما اسمها تعدد اراء ضمن الحزب الواحد، هيدي اسمها سياسه ما يطلبه المستمعون. هيدي انه عنا نايب لكل موقف، مثل اللي عم بينادي على بضاعه وكل بضاعه الى المنادي الخاص فيها، متناقضين مش متفقين الا على شيء واحد ما في غيره. الرئيس عون سيسلم قصر بعبدة، هنالك حديث عن فراغ رئاسي مرتقب وين؟ بعد الانتخابات النيابية. وين فراغ؟ وين فراغ رئاسي بقصر يعني الرئيس عون لن يسلم قصر بعبدة لمين؟ يعني إذا بده يسلمه، إذا حب يسلمه، إذا لا صارت انتخابات يعني رئيس مجلس النواب بطل موجود والحكومة معطلة، بيسلمها للجنة أو لمين بده يسلمها؟ يعني هذا الأمر وارد. ليك شوف، الموارنة وقت حلموا يعملوا وطن وشركوا الكل معهم، ما رح يجي فخامة الرئيس اليوم يسلمهم السلطة هيك عبابة المستريحة. لك لا مثلثة ولا مرابعة ولا ثنائية ولا بطيخ. الرئاسة في لبنان للطائفة المارونية، وعلى رأس اليوم فخامة الرئيس العماد ميشيل عون، نقطة على السطر، يعملوا اللي بدهم اياه. الرئيس عون لن يسلم قصر بعبدة. لن نسلم حلم لبنان، ما لح يصح إلا صحيح فخامة الرئيس باقن في قصر بعض. باقن في قصر بعض. كلهم متفقين، واضح متفقين إنه الرئيس ميشيل عون باقي بالقصر من بعد انتهاء عهده، حتى لو كلفنا الأمر إعادة إعمار القصر مرة جديدة. طيب يلي عم بيحضرني مشاهدينا الكرام، مين ما عم بيحضرني، كنت بحلقة سابقة طرحت حل خريطة الطريق، سموها شو ما بدكن، واضح تاريخيا وحاضرا إنه الزلمة معلق بهذا القصر، بحبه يا خي بحبه، يعني فهمتوا شو قصدي؟ بحبه. يعني إذا البياتي هلا عم بيحكي محلي كان يعتبر إنه علاقة عون بالقصر مثل علاقة المرأة بالنكد مثلا، لأنه ذكوري الزلمة كان حكي، أو كان قال مثل علاقة السمك بالماء، سمتش بالماء. فإذا أنا عم بقولكم ما في غير حل واحد، أعطوه عمره قصر تاني وخلص. يمكن نخسر شوية مصاري بعد، بس هيدا عن جد بيكون استثمار ناجح. منعمر قصر ما يكون مدعوم خي من البنك المركزي، نحن منعمره على حسابنا، بس على الأكيد على الأكيد أكيد حتى لو ما كان مدعوم من مصرف لبنان حيكون مدعوم من كل الشعب اللبناني. شو قصته مع الكرسي الجنرال؟ عن جد شو قصته؟ على فكرة آخر همي، لأنه يمكن من هلأ لوقتها ما يضل حدا يعترض إذا ضل الجنرال بالقصر، لأنه رح يكونوا اللبنانيين يا صاروا زومبيز يا هاجروا يا ماتوا. باي.